تحيي الجزائر على غرار دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق للفاتح أكتوبر من كل سنة تحت شعار حقوق الملكية الرقمية لجميع الأعمار. وبالمناسبة دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من ولاية الصيف خلال إشرافها على الاحتفالات الرسمية، دعت إلى مضاعفة الجهود للتكفل بهذه الفئة والعناية بها من خلال تثمين قدراتها بتخصيص مشاريع لإدماج المسنين في القطاع الاقتصادي. الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أهداف القطاع بالنسبة لهذه الفئة، وقمنا بالعديد من المجهودات من أجل تشجيع الوساطة العائلية واستقبال فئة المسنين لدى العائلات المستقبلة، ولدينا نسبة معتبرة في هذا الصدد، ولازلنا نواصل مجهوداتنا كذلك في الإدماج الاقتصادي. وارتأينا أن نقوم بتجربة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتخصيص مشاريع خاصة لكبار السن بصفة عامة، واستفاد منها حوالي 9000 مسن بالنسبة للمشاريع المصغرة.